قطر على التنظيم ديالها في المستوى وبرافو عليها لان تنشوف اول مره نمشي لكاس العالم ولكن تنشوف كاس العالم ماشي كل دخل ولكن كان امتيازات كبيره كبيره وغتشوفوا انتم الحمد لله موفرين جميع الظروف الاستقبال كان تشجيع الجماهير العربيه كلها كان سادتها اليوم الحمد لله كان جات سادت فريق الوطني بعدا فرحنا بزاف بزاف وكنشكروا الصحافه تنشكروا جميع الاعلاميين بانه كانوا لهم في المستوى وكنا فرحانين وانت نازل جيب فيقيك وجيب الجبال ديالنا وفينا كل الشوافين فينا كل الشوافين الرأي ديالك في المنتخب الوطني كيجا كأداء في المنتخب الوطني عندنا روح مغربية يعني تساعدك الشيء اللي تساعد العدم ديال الصفر مزيان ماشي فرحاني 7000 كيلومتر على جوج ماتشات من بلاد من بلاد من فرنسا مرحبا 7000 كيلومتر يا ربي تربحنا اخوان جزائريين بأقمصة وبقلوب مغربية شكولوا للفوز المنتخب الوطني لونغلوتير جايين باش يشجعوا المغرب كلمه اللعب اللي شفتوا اليوم يعني شوف دوزيامي طون كانت قمه كانت قمه ما شاء الله ماشي كما كان جاملك ما باغي حتى شي حاجه مرحبا بك كندوي معاك في غير لا 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 شكرا شكرا الله يسلمك شعب ميديا لا لا هذه المره نمشي للمغرب لا غير نمشي للمغرب اكثر من الجزائر الله ما شاء الله ما شاء الله هذا نضيفهم في فاس تحياتي مرحبا مرحبا بكم مرحبا بكم عزكم على الجمهور المغربي ومعهم تونسي تحية الشعب السعودي تحياتي السعودية أنا غنصور الاسمي المغربي اللي كان حاضر بقوة البركة ديالو كان حاضر أختي سما جيت في المنتخب الوطني الله عبرنا على الفرحة ديالك فرحة لا توصف الصراحة المنتخب كان تبارك الله عليهم كاملين في المستوى وتبارك الله عليهم كنتمناو يكملوا هكا وحنا معاهم وراهم ساندينهم جينا خسرنا فلوسنا تبعناهم حلقنا مشى سمارة رجليا ضربت في الملعب في الميترو ما قبلتوش حمرنا الوجه مازال